النهارده الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وقع بروتوكول تعاون بين الوزاره والكليه الملكيه للاطباء والجراحين بانجلترا، واكد الوزير انه هذا التوقيع او هذا البروتوكول يعطي طابع رسمي للشراكه القائمه مع المؤسسات البريطانيه المرموقه، وتحدث عن اهميه هذا البروتوكول في تطوير الرعايه الصحيه. خلونا نتكلم مع دكتور حسام عبد الغفار امين المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعيه. دكتور حسام مساء الخير. مساء الخير استاذه ساره، تحياتي لحضرتك يا فندم ومشاهدي حضرتك الكرام. اهلا بحضرتك، يعني حضراتكم تحدثتوا عن اهميه هذا البروتوكول في التطوير، كيف سيحدث هذا التطوير؟ طيب خليني اقول لحضرتك انه محاولات ان يكون هناك تعاون مؤسسي ما بين جهه تمثل الحكومه او الدوله المصريه والكليه الملكيه للاطباء والجراحين في كلاسكو او في انجلترا بدأت من 20 سنة. النهاردة إن ده يحدث فده بيؤكد إنه مصر تسير على الطريق الصحيح، وإنه عندما يعلن السيد الرئيس بأنه هناك اهتمام بالغ من رأس الدولة بأن يكون مستوى التعليم والتدريب المهني في مصر على مستوى عالمي، فده بيحصل النهاردة على أرض الواقع. النهاردة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوقع باعتبارها ممثله للحكومه المصريه مسؤوله عن التعليم والتدريب والبحث العلمي مع واحده من اكبر الجهات العالميه في مجال التعليم الطبي والبحث والتدريب المهني. بدانا في البروتوكول بان يكون هناك تخصص، بدانا بتخصص طب وجراحه العيون وتخصص طب الاسنان. انه يبقى في مناهج موحده، يبقى في احنا بالفعل بدانا في ده، يعني هو ده البروتوكول بينص على كده، يعني ده اللي هنبدا فيه، ده اللي بنبدا فيه، انه يبقى في عندنا مكان معتمد في مصر لامتحانات الزماله للكليه الملكيه للجراحين في طب امراض العيون، وتم الاتفاق على المكان. الخطوه اللي بعد كده انه يبقى في مكان للامتحانات والتدريب المهني لأطباء الأسنان، وأن يكون هناك أيضا فرع أو مقر للكلية الملكية موجود في جمهورية مصر العربية. ده بيقول إيه؟ بيقول بوضوح أن العالم يرى أن مصر جادة في التطوير، أنه في استراتيجية واضحة، في رؤية واضحة أن يكون مستوى الخريج والطبيب والقطاع الصحي المصري على نفس المستوى العالمي، وأن يكون مقبولا في كل مكان في العالم التعليم والتدريب المهني الطبي في مصر. يعني هياخد نفس التعليم اللي أخده لو سافر يدرس بره، نفس هذا التخصص والشهادة ونفس الشهادة زمالة ونفس الشهادة الكلية الملكية. طيب حضرتك أشرت إن احنا هنبدأ في الأسنان، جراحة الأسنان وجراحة هنبدأ العيون. هنبدأ في طب وجراحة العيون والأسنان. بعد كده هيكون إيه التخصصات اللي هتكون معانا بعد كده؟ كل التخصصات، كل المجال مفتوح، لكن ده دائما يعني أنت عارفة العالم بيتحرك بشكل منظم ومؤسسي. نبدأ الأول بتخصصين لهم البنية التحتية مؤهلة وجاهزة في مصر لاستقبال الدارسين والاستقبال الامتحانات والاستقبال المدربين أيضا. هناك الكثير من المصريين فعليا حاصلين على شهادة التدريب وهم ملتحقون بالكلية الملكية للجراحين والأطباء في كلاسكو. مجرد ما تظهر أول نتائج المرحلة الأولى، بعد كده هننتقل إلى كل التخصصات الطبية في كل القطاعات مقدمي الخدمة الصحية، لأن احنا بنتكلم على الفريق الصحي، الفريق الصحي اللي فيه الطبيب البشري، طبيب الأسنان، الممرض، الصيدلي، العلاج الطبيعي، التقنيين، العلوم الصحية التطبيقية، كل الفريق الصحي لتقديم خدمة صحية مؤهلة للمواطن. وده بيصب في منظومة التأمين الصحي، والتأمين الصحي مش بس بيعتمد على وجود مستشفى مجهزة ونظام، لكن أيضا بيعتمد على فريق صحي مؤهل ومدرب. مظبوط. طيب البروتوكول يبدأ تطبيقه من إمتى يا دكتور حسين؟ من ساعة توقيعه، من النهاردة 27/7/2021. هل بيكون في شروط معينة يعني إنه الطالب أو الطبيب يكون جزء من هذا البروتوكول؟ هو نفس شروط الالتحاق بزمالة الكلية الملكية للجراحين في جلاسكو.
أنا بشكر حضرتك دكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويمكن زي ما دكتور حسام يعني كان بيتحدث معانا وقبلها كمان دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي عن أهمية هذه الخطوة اللي يعني مش هتخلي بس عندنا مستشفيات مؤهلة ولكن أيضا فريق مؤهل للتعامل بشكل محترف وبشكل يعني كما يعني زي ما بتقول كده المواصفات العالمية.